ده بجد؟ اه ده بجد، ده بجد. وانا قلت لكم ان ده موقع مهم جدا، بيجيب الاصل والكذبه، بيجيب الكذبه الاول وبعدين نشوف الاصل. تعالوا نشوف اول كذبه بتقول ان الاسرائيليين حاطين صوره للفريق اول عبد الفتاح السيسي داخل وحده للجيش وكاتبين الاخوان طبعا منور اسرائيل يا كذا، لفظ مش محترم لان هم مش محترمين ولسانهم زالف ومش عارف اقول ايه يعني، مرسي عميل لاسرائيل اللي اتأدب بعد كده يعني، بيقولوا له انت اللي عميل لاسرائيل. دي الصوره اللي حطيناها، السهم بيشاور على صوره محطوطه للفريق عبد الفتاح السيسي ودول المجندين والمجندات. هو ده بجد يا جماعه؟ ده اللي بجد. ادي الصوره الاصليه ما فيهاش عبد الفتاح السيسي خالص، لكن اساتذه الكذب اهو، بس احنا وراكم بالمرصاد. كل ما تكذبوا رغم انها حاجات تافهه وممكن نتجاهلها، لكن علشان نكشف كذبكم طول الوقت للشباب واللي مش اخدين بالهم واللي ممكن يصدق مجرد انه شاف. وريني التانية يا سيدي، الصوره الثانيه دي محطه الشهداء، مكتوب محطة الشهداء هترجع محطة مبارك، ومكتوب عليها مبارك عيني عليك يا ثورة العبيد طوار عبيد هنرجع الفلول. يعني هم عايزين يقولوا بعد 30 يونيو مبارك رجع ونظام مبارك رجع ورجعت المحطة تاني. طب ايه الحقيقة؟ ادي الحقيقة. الصورة دي كانت سنة 2011، بتوع اسفين يا ريس راحوا شاطبين اسم محطة الشهداء وكتبوا عليها محطة مبارك. جابوا الصورة من 2011 ولبسوها ل 30/6. الصورة الثالثة مرتبطة بنفس الموضوع. ده على موقع رصد بتاعهم بيقول محكمة الأمور المستعجلة تلغي رفع اسم مبارك من الميادين. ده الخبر اللي منشور علشان يقولوا إن بعد 30/6 حتى القضاء اتغير، فكان في حكم برفع اسم مبارك من الميادين، المحكمة لغت هذا القرار. الحقيقة إن محكمة الأمور المستعجلة هي اللي نفت الخبر، قالت مفيش دعوة أساسا بكده، إحنا عندنا دعوة واحدة بتطالب بتأييد الحكم برفع اسم مبارك من الميادين. بس هما كل شيء يسيء ل 30/6، زي ما بيقولوا إن في مجاعة، زي ما بيقولوا إن فلوس الأطباء اتلغت، زي ما بيقولوا إن المدرسين مش لاقيين ياكلوا خلاص لغوا العلاوة، زي ما قالوا حاجات كتير، زي ما قالوا إن البلد اتبعت للإمارات، كل الكلام ده الكذب بيقولوه، لكن الحقيقة دايما بتكشف إنهم كذابين. ده بوست سافل شوية في إطار كتبهم أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي قتل، كاتبين عاجل ومؤكد السيسي تم قتله على يد ضابط بالقوات الخاصة اسمه أحمد الخولي من حلوان وضرب السيسي رصاصتين، والضابط ده لسه عايش ومش عايزين يعلنوا دلوقتي. السيسي عامل لهم كلو في نافوخهم، عامل لهم هس هس في نافوخهم. الحقيقة دي إيه بقى؟ هذا الضابط واحد اسمه أحمد الخولي بالفعل من ضباط 8 إبريل، ده ضابط في الحرب الإلكترونية مش في القوات الخاصة خالص، يعني ملوش علاقة وما بيبانش في أي حاجة وما نعرفش هو فين دلوقتي. يعني مش عارف أقول لكم إيه، بس حاجة كوميدية، حاجة اللي بيقولوا إن إحنا بنسعى للخلافة الإسلامية بيسعوا لها بالكذب.